السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع جيجل بمناسبة زيارة والي ولاية جيجل إلى مشروع طريق السيار الرابط بين مدينة جيجل وميناء جيجل بطريق السيار الشرق غرب على مستوى دائرة العلمة بولاية سطيف. إذن نقف وقفة لنتعرف على يعني وتيرة الإنجاز أولا، ثم مستوى الإنجاز أو مستوى تقدم المشروع هذا. إذن أترككم تتابعون هذا الفيديو حول الموضوع، والسلام عليكم.